تحية طيبة مشاهدينا الكرام، 8 بتوقيت العالمي الموحد، نشرة الأخبار المفصلة من قناة الموريتانية، نستهلها بأبرز العناوين. وزير الشؤون الخارجية والتعاون يستعرض خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة 5+5 بمارسيليا تجربة بلادنا في مواجهة تحديات مشتركة لأعضاء المجموعة ومقاربتنا الأمنية. تفجير انتحاري مزدوج بشمال شرق نيجيريا يتسبب في مقتل 8 أشخاص وجرح العشرات. وفي ملف النشرة لهذه الليلة، السينما الموريتانية وعي يتنامى واهتمام يتزايد. أهلا بكم إلى التفاصيل. توج اجتماع الدورة 13 لمجموعة وزراء الخارجية لمجموعة الحوار المتوسط 5+5 ببيان ختامي أشاد بمبادرة مجموعة الخمس للساحل التي تحتضن بلادنا مقر أمانتها الدائمة ودور هذه المبادرة في تحقيق الأمن والتنمية في منطقة الساحل. وخلال هذه الدورة التي احتضنتها مدينة مارسيليا الفرنسية، استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدكتور سلكو الأحمد زيد به تجربة بلادنا في مواجهة تحديات المشتركة لأعضاء المجموعة المقاربة الأمنية لبلادنا التي أدت إلى نتائج ملموسة بشهادة جميع الشركاء. وهنا في نواكشوط انطلقت بساحة الفرد للرماية التقليدية الواقعة في مقاطعة تجنين فعاليات النسخة 10 من دورة القز للرماية التقليدية، وذلك بمشاركة الأندية المنضوية تحت لواء الاتحادية الموريتانية للرماية التقليدية. وتشكل هذه الدورة مناسبة للتنافس الشريف بين فرق هذه اللعبة التي تعد من أبرز الألعاب التقليدية العريقة الممارسة في بلادنا. رماة من مختلف أندية الرماية التقليدية تداعوا إلى ميدان الرماية بمقاطعة دار النعيم في ولاية نواكشوط الشمالية للمنافسة على نيل لقب الدورة 10 لبطولة نادي القزي المنظمة بالتعاون مع الاتحادية الموريتانية للرماية التقليدية. إن هذه الرياضة العريقة التي تخلد وتمجد جزءا هاما من موروثنا الثقافي المرتبط بتعاليم وتقاليد تراثنا الإسلامي هي كذلك موعد جميل للمودة والمحبة والتآخي، مما جعلها تحظى باهتمام ودعم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز، وهو ما جعل حكومة معالي الوزير الأول السيد يحيى الحدامين تولي اهتماما خاصا لتطويرها وتوفير الأسس السليمة لإنعاشها. ولا يفوتني في هذا الإطار إلا أن أشكر القائمين على الاتحاد الموريتاني للرماية التقليدية على الجهود المبذولة لتحسين أداء وكفاءة هذا الموروث الجميل. النادي المنظم لهذه التظاهرة يسعى من وراء تنظيمها إلى خلق جو مناسب للتنافس الإيجابي بين أندية اللعبة بغية تعزيز حضور هذه الرياضة التراثية التي تحظى بإقبال كبير من طرف الموريتانيين. لقد أصبح اتحاد الرماية التقليدية وسطا كبيرا من أوساط المجتمع المدني الموريتاني، حيث أصبح يضم عددا هائلا من فرق الرماية وينضوي في إطار جمع غفير من المنتسبين لهذا التنظيم شعاره الوطنية والإخوة والانضباط. لقد حصل هذا كله بفضل الله تعالى وبفضل الدعم الدائم لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز الذي ما فتي يولي اهتماما خاصا لكل جوانب ثقافة هذا البلد وخاصة الرماية التقليدية. وإنني لا أقف شاكرا ومجلا ومثمنا لهذه الرعاية السامية. الدورة 10 لنادي القزي للرماية التقليدية ستستمر منافساتها لمدة 3 أيام. ومن نواكشوط إلى داخل البلاد، حيث احتضنت مدينة سيليبابي عاصمة ولاية قيديماغا أياما تفكيرية حول التنمية المحلية وتقوية الرؤية لرابطة عمد بلديات الولاية ذات الطبع الزراعي والرعوي. وقد توجت هذه الأيام بجملة من التوصيات ينتظر منها تعزيز اللامركزية ودعم التنمية المحلية. أسدل الستار على الأيام التفكيرية حول التنمية المحلية والدفاع السياسي وتقوية الروابط لرابطة عمد قيديماغا بعاصمة الولاية سيليبابي. وقد مكنت هذه الأيام المشاركين من الوصول إلى نتائج هامة من شأنها أن تعزز دور اللامركزية خاصة في مجال التنمية المحلية. أمرا لما لهذه الورشة من أهمية، فإنني أدعوكم جميعا للإصغاء والمشاركة كل من موقعه
في إذراء النقاش حتى تتمكنوا من الخروج بنتائج هامة تسمح لكم بتحسين أدائكم وتساعدكم في رسم خطط تنموية فعالة وهادفة سبيلا إلى النهوض ببلدياتكم وتقريب خدماتكم من المواطنين تجديدا لطموحات فخامة رئيس الجمهورية الذي يسعى إلى ترقية بلدنا في جو يطبعه الأمن والاستقرار. عمدة بلدية سيلي بابي رئيس رابطة عمد قيدماغا السيد الحضرامي والودادي أكد في كلمته أهمية تنظيم هذه الأيام التفكيرية وما تميزت به من عروض ونقاشات ستساهم في تفعيل وتطوير أداء بلديات الولاية، شاكرا للحضور وممثلي روابط عمد قرقل العصابة وترارزة على المشاركة في هذا اللقاء الجهوي التنموي، كما شكر ممثلي بلديتي كاي بمالي وبكل بالسنغال على حضورهم لهذه التظاهرة. ممثلو شركائنا في التنمية أعربوا في مداخلاتهم عن أهمية هذا اللقاء وما سيكون له من أثر إيجابي على سكان هذه الولاية والمناطق المجاورة لها، مؤكدين أهمية تنظيم هذه اللقاءات الرامية إلى تعزيز وتفعيل التنمية والنهوض بالاقتصاد المحلي نحو الأفضل. وفي المجال الرياضي انطلقت اليوم بالعاصمة فعاليات دورة تكوينية حول منظومة رخص الأندية نظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، وستمكن هذه الدورة الأندية الوطنية من استيفاء المعايير والشروط المحددة من طرف الكاف للمشاركة في المنافسات القارية. من أجل ترقية وضبط الإطار الإداري والقانوني للأندية الوطنية الناشطة في مجال كرة القدم بقيت تأهيلها فنيا وإداريا للحصول على الرخص الدولية المعتمدة لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف التي تخولها المشاركة في المنافسات القارية، انطلقت بقاعة العروض في مقر الاتحادية الوطنية لكرة القدم فعاليات ورشة تكوينية منظمة من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحادية الوطنية لكرة القدم لصالح رؤساء ومسيري الأندية المحلية. تهدف هذه المنظومة إلى استيفاء مجموعة من المعايير والشروط المهنية بحيث يصبح النادي مؤهلا وقادرا على المشاركة في المنافسات القارية، كما أن من شأن هذه المعايير أن تساعد النادي على إحكام وضعه القانوني والإداري وعلى تحسين أدائه بشكل عام على المستوى الفني وفي إطار البنى التحتية كذلك. لقد بدأنا بالفعل تطبيق مشروع كبير يهدف إلى دعم ومساندة الأندية، كنا قد عملنا على دراسته منذ نهاية الموسم الماضي ليبدأ تحقيقه بالفعل في الموسم الجديد، وهو المشروع الذي نقدم الآن من خلاله من موارد الاتحادية الخاصة دعما ماديا معتبرا لكافة الأندية. الورشة التي تستمر مدة يومين ستساهم العروض المقدمة خلالها في الرقي والنهوض بالأندية المحلية باعتبارها النواة الأساس في بناء وتطوير المنظومة الكروية. جئنا لنتعامل معا طيلة يومين حتى نفهم منظومة التطوير ونساعد الأندية على فهم المفهوم الجديد يتعلق بكلاسيفيكاسيون دي كلوب وإعادة تأهيلها ووضعها في مستوى متميز يمكنها من تحسين قدراتها في التصرف في الميدان الرياضي في ميدان البنية التحتية والتجهيزات، ولكن كذلك يساعدها باش تنجم تشارك في البطولات الإفريقية. الورشة التكوينية المفتتحة اليوم يشرف على تطيرها ثلاثة خبراء فنيين من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف. تنتشر ظاهرة بيع الأطعمة في الشوارع بصورة جلية في أماكن وأغبية لا تتوفر على أبسط المعايير الصحية اللازمة في إعداد الوجبات. التقرير التالي يسلط الضوء على هذه الظاهرة التي تتسع دائرتها بشكل سريع يهدد الصحة العمومية. هكذا تبدو الأسواق المركزية في العاصمة حركة وحيوية. أخبية كهذه هي المكان الرسمي لإعداد وجبات المشوي والساندويتش وغيرها من الوجبات السريعة إعدادا وتناولا، والتي ما تزال تحافظ على مساحة كبيرة ضمن دائرة التعاطي والقبول. أرى بأن الطعام ما ينبغي أن يباع في الشوارع،
ولأنه يؤدي إلى ضرر عظيم. ربما تكون هذه الحشرات أو هذه الميكروبات يعني تدخل في هذا الطعام فيضطر يعني يتضرر الانسان من اكله اذا اكله. مدير للصحه في ياسر بالنسبه لي انا بعد شاف ياسر بريفات قضيت لانه واحده من يعود تبيع شيء من شيء تدخل فيه الرياح وثانيه اخرى يعود عندهم شيء من دلوير يعود يوفي بيشتغلوا عليه اليوم ويمشوا به الصبح يديروه في بوش عبري يجوا مولي مره اخرى ونفس الشيء عمو اللي كوماس يديروا عليه شيء خلطي كوماس يبيعوا. هذا حق المدير للصحه. انعدام أماكن مناسبة لإعداد هذه الوجبات أو مطاعم تقدم نفس الخدمات بنفس الأداء والسرعة والبساطة أبرز مبررات لوجود هذه الأماكن. ولا تبدو الفواكه أفضل حال إذ تنال من الغبار والأتربة وأشعة الشمس ما يجعلها مادة ملوثة غير قابلة للاستهلاك. حسب وجهة نظري أنا الطعام ينباع في الشارع أرت الدولة تعرف لي شيء باللي إذا ضرر كبير رأي المواطن بسيط رأي باللي ما معروف بشي ينباع في الشارع ما معروف بشي حقيقة. الوعي الصحي لدى المواطنين وتشديد وزيادة الرقابة الحكومية وتفعيل دور مؤسسة حماية المستهلك عوامل قد تساهم في تقليص وانحسار ظاهرة الأطعمة في الشوارع. وتتابعونا في ملف النشرة لهذه الليلة. السينما الموريتانية وعي يتنامى واهتمام يتزايد وذلك بعد الأخبار الدولية. احتضنت العاصمة الليلة البارحة تظاهرة ثقافية بمبادرة من نواكشوط ميزيك أكشن. وتهدف هذه التظاهرة التي جمعت فرقا موسيقية وطنية وأخرى من فرنسا والسنغال إلى خلق فضاء للموسيقيين الموريتانيين يجمع شمل مختلف ألوان الموسيقى المحلية. دوليا بعد مضي أيام على بدء معركة استعادة الموصل ما زال القتال يدور في القرى والبلدات المحيطة بهذه المدينة العراقية التي تعد آخر مدينة عراقية كبيرة تحت سيطرة ما يسمى بتنظيم الدولة. وعلى الرغم من سيطرة الجيش العراقي على قرية الشورى في المحور الجنوبي للموصل ما زالت العبوات الناسفة والألغام التي ترك تنظيمه قبل انسحابه تؤجل اقتحام عشرات القرى والمناطق التي غادرها التنظيم. أسبوعان مضيا على بدء معركة استعادة الموصل آخر مدينة عراقية كبيرة تحت سيطرة تنظيم الدولة. الجيش العراقي وحلفاؤه يقاتلون على أكثر من محور فرى أن التقدم نحو ضواحي المدينة ما زال محفوفا بالمخاطر. رغم سيطرة الجيش العراقي على قرية الشورى في المحور الجنوبي للموصل ما زالت محاولة إزالة العبوات الناسفة والألغام التي تركها التنظيم قبل انسحابه تؤجل اقتحام عشرات القرى والمناطق التي غادرها التنظيم. نصر قد لا يكون بحجم زخم المعركة لكنه يتيح وقتا لنفض بعض من غبار معركة لما تحن بعد نهايتها وفقا لمراقبين لسير المعارك في محيط الموصل. حتى اليوم ما زال القتال يدور في القرى والمداشر المحيطة بالمدينة. التنظيم المسيطر على أراض بحجم دول قد شرع على ما يبدو في التحضير منذ بث سيطرته على الموصل قبل عامين لتيقنه بأن يوم هذه المعركة قادم لا محالة. في انتظار تبدد غبار معركة الموصل يجد أكثر من 1.5 مليون مدني داخل الموصل أنفسهم بين سندان استخدامهم من قبل متشددي داعش دروعا بشرية ومطرقة الحصار الخانق من الجهات الأربع للمدينة مما يعيق إمكانية فرارهم. لقي 8 أشخاص مصرعهم في مدينة مايدوغوري الواقعة بشمال شرق نيجيريا إثر تفجير انتحاري مستهوج استهدف مخيم باكاسي للنازحين الواقع على أطراف هذه المدينة ومستودع وقود تابع لشركة نفطية حكومية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين وإن كانت أصابع الاتهام موجهة إلى جماعة بوكو حرام بحكم موقع هذه التفجيرات في المناطق الخاضعة لسيطرتها. ودعت مدينة مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا 8 من سكانها راحوا في أعداد الأموات وبدأت تضمد جراح عشرات المصابين إثر التفجير الانتحاري المزدوج الذي عرفته المدينة حيث فجرت انتحارية نفسها أمام مخيم باكاسي للنازحين على أطراف مدينة مايدوغوري.
وتزامنا مع هذا الهجوم فجرت امرأة أخرى حسب بيان الجيش النيجيري نفسها عند محاولتها الدخول في مستودع وقود تابع لشركة نفطية حكومية. في هذه الأثناء هرعت سيارات الإسعاف إلى أماكن التفجيرين لنقل الجرحى وجمع الأشلاء المتناثرة، وكان السكان يشاهدون جثثا تنقل إلى سيارة إسعاف تابعة لجهاز الطوارئ الحكومي. ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين، وإن كانت أصابع الاتهام موجهة إلى جماعة بوكو حرام التي تقع مدينة مايدوجوري في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة التي تحاول إقامة مقر لداعش في الشمال الشرقي النيجيري. توجه الناخبون في إسلندا اليوم إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية الجديدة، وأظهرت استطلاعات للرأي إمكانية أن تطيح المعارضة بائتلاف يمين الوسط الحاكم. وكانت ثقة الإسلنديين قد اهتزت في مؤسساتهم السياسية بعد الأزمة المالية التي حدثت في البلاد عام 2008. ولدت السينما الموريتانية مع ميلاد الدولة، وانتعشت في سبعينات القرن الماضي مع الجيل المؤسس على الصعيدين المحلي والدولي. وفي الآونة الأخيرة بدأ الاهتمام بالفن السابع يتزايد على المستوى الوطني، وتجاوز الإنتاج السينمائي الموريتاني الحدود ونافس في محافل السينما العالمية. مزيد من التفاصيل في ملف نشرتنا لهذه الليلة من إعداد الزميلة أمينة من تيوبا. واكبت الإرهاصات الأولى للسينما الموريتانية بداية استقلال الدولة مع الرعيل الأول لهذا الفن، وظلت حبيسة الحيز الجغرافي تعالج قضايا وهموم المواطن. وإن كانت نماذج من السينما بلمسات موريتانية قد فرضت أنذاك مكانا لها في المهجر، السينما في موريتانيا بداية إرهاصاتها الأولى بدأت مع الاستقلال مع همام فال. هذا الراجل نشوف خلفيته الصورة ورانا. هذا الراجل أولا بدأ بشراء أول القاعات اللي كانت موجودة في العاصمة نواكشوط، اشتراها وأصبحت قاعات ملك لموريتانيين. ثم بعد ذلك في مرحلة لاحقة همام فال أنتج أفلام موريتانية بالتعاون مع المصور والمخرج المرحوم محمد ولي السالك، أنتجوا فيلمان، فيلم ميمونة وفيلم تيرجيت اللي هما من أقدم الأفلام الموريتانية اللي انتجت في تلك الحقبة. ثم بعد ذلك ظهرت في فرنسا سينما موريتانية على أيدي السينمائيين موريتانيين درسوا السينما في المهجر واستطاعوا أن يطوروا قدراتهم في المهجر. إذن أذكر في هذه التجربة تجربة السينما الموريتاني ميدهندو في فرنسا، والذي أنتج عدة أفلام ونال عدة جوائز سينمائية في مهرجانات كبيرة. مواكبة السينما الموريتانية لميلاد الدولة، يرى المتابعون والمهتمون أن تطورها ظل خجولا رغم ما شهدته في بداية السبعينات من محاولات جادة لإرساء سينما ذات هوية وطنية، غير أن ندرة المتخصصين وشح الإنتاج حال دون استمرار التجربة التي أرسى دعائمها الجيل الأول، وذلك قبل أن يبدأ الوعي يتنامى ويتزايد الاهتمام في الفترات اللاحقة. عندما نتحدث عن السينما الموريتانية نتحدث عن نوعين من السينما. إذن لدينا السينما الموريتانية التي ظهرت في المهجر، وهذه نتيجة للظروف التي توفرت لها من ناحية الانتاج، من ناحية التقنيات. هي السينما انتجت بإمكانيات هامة، وبالتالي استطاعت أن تنال الكثير من الجوائز العالمية في المهرجانات مع ميدوندو ومع عبد الرحمن سيساكو الذي يعتبر فيلمه تومبوكتو من أهم 100 فيلم في تاريخ السينما العالمية، وهو الفيلم الوحيد على الصعيد الإفريقي والصعيد العربي الذي جاء في 100 فيلم الأولى في تاريخ السينما، وهذا يمثل شرف كبير للسينما الموريتانية. هذا الفيلم كذلك تومبوكتو في الولايات المتحدة الأمريكية بلغت مداخله مليون دولار. عام 2002 تأسست دار السينمائيين الموريتانيين كإطار جامع
وبعد فترة وجيزة من التأسيس استطاعت خلق فضاء سنوي يفسح المجال لاكتشاف المواهب والاحتراف، جسدته في تنظيم مهرجان ورشوط للفيلم القصير. دار السينمائيين قبل أن تقوم بهذا المهرجان الذي يدخل سنة 11 قامت بكثير من التدريبات السينمائية بالتعاون مع بعثات أجنبية ساعدتها في تكوين الشباب. إذن هناك الكثير من البرامج، من بينه سينما جيسكيل، ومن بينه آخر برنامجها في التكوين في الورشات برنامج عبر اللي كان ماضي السنوات فيه. إذن هذه الدار من خلال هذه العقد من الزمن الماضي استطاعت أن تؤمن موعدا ثابتا للسينما الموريتانية من خلال هذا المهرجان. مهرجان ورشوط للفيلم القصير، المميزات والخصوصية. أعتقد أن وعي المجتمع الموريتاني بالفن السابع وبالسينما بشكل عام تطور إلى حد كبير منذ النسخة الأولى من المهرجان التي كانت 2006 وحتى الآن. أقول هذه المعلومة لانطلاق مجموعة من المؤشرات، من أهمها عدد الجمهور وتنوعه. في مرحلة معينة كان الجمهور فقط 30 أو 20 شخص، الآن عندنا أكثر من 1000 شخص متنوعة، ناس كبار، عوائل، أطفال ونساء أيضا. وجود المرأة الموريتانية في السينما سواء في الجمهور وسواء في الإخراج والتمثيل هي كلها أمور تعطي مؤشرات أن الوعي بدأ يزداد شيئا فشيئا، والعقليات بدأت تتغير وتفهم الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الصورة بتغيير المجتمع، تغيير طبعا إيجابي. الورشات المتخصصة التي أقيمت على هامش المهرجان شكلت فرصا ثمينة لعشاق الصورة والصوت ودفعت بهم للالتحاق بقباب هذه الورشات. مهرجان الوركشوط السنوي للفيلم القصير يأتي سانحة هامة جدا للمهتمين بالإعلام بشكل عام، سواء كان إخباريا سينمائيا أو دراميا. أنا كأحد المستفيدين من ورشة المونتاج وكصحفي مشارك أهتم بالمشاركة، لأنني ربما أسعى إلى أن أكون صحفيا شاملا، صحفي منتج، أكتب التقارير وأقوم بتصويرها وعملية المونتاج. المرأة التي كانت إلى عهد قريب بعيدة من هذه الأجواء تأخذ اليوم حيزها بكل ارتياح في هذه الورشات. مشتركة في هذا المهرجان الدار السينمائية من ورشة من ورشات الإنتاج الأفلام الوثائقية، نزال مبتدئين هنا تيارك مكذبين بإنتاج فيلم قصير عن الورشات هنا تيارك في دار السينمائية، وما زلنا ورك تيارك لها في إطار التدريب وما شاء الله الأمور جيدة. تجربة السينما الموريتانية رغم مرور وقت على ميلادها لا تزال راهنة بعض المعوقات، إلا أن وجود شباب يمتلكون قوة الإرادة والتفاني والطموح قد تذلل تلك الصعاب. أنا كشاب طموحي هو أن أصل إلى العالمية وأن أرفع علم بلدي كأول مخرج شاب يرفع علم بلده في على مستوى العالم، من ناحية الثقافة الموريتانية، يقدم الجديد لساحة الموريتانية، يقدم الجديد للعالم بأن موريتانيا لديها مكونات تمكنها من أن تنتج سينما راقية. هذا هو طموحي وهدفي. مهرجان ورشوط للفيلم القصير في دورته 11 شهد حضورا قويا لدول عربية بالإضافة إلى فرنسا والسنغال وبوركينا فاسو ومدغشقر واليابان والفلبين. أتيت بدعوة كريمة من المهرجان نواقشط للفيلم القصير بدورة 11 للمشاركة في تقديم ورشة عمل عن التصوير للشباب والشابات الرائعين الصراحة والشغوفين جدا، كما شاركت في لجنة تحكيم الأفلام الموريتانية والتي يعني هي وسيلة رؤية موريتانيا بشكل جميل من خلال هؤلاء الشباب. الفنون هي التي تجمع الشعوب، هي التي تجمع الدول وتجمع الثقافات المختلفة. تظاهرة ورشوط السينمائية التي دأب الدار السينمائيين الموريتانيين على تنظيمها كل عام تسعى إلى ترسيخ ثقافة الصورة والفن السابع في أذهان الموريتانيين وإشاعة قيم التسامح والتقارب بين الشعوب. بذلكم الملف مشاهدينا الكرام تتكامل عناصر هذه النشرة، نعود ونذكر بأبرز العناوين.
وزير الشؤون الخارجية والتعاون يستعرض خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة 5+5 بمارسيليا تجربة بلادنا في مواجهة التحديات المشتركة لأعضاء المجموعة مقاربة الأمنية. تفجير انتحاري مزدوج بشمال الشرق نيجيريا تسبب في مقتل 8 أشخاص وجرح العشرات. وفي ملف النشرة تابعتم: السينما الموريتانية وعي يتنامى واهتمام يتزايد. النشرة انتهت، شكرا لكم على كرم المتابعة، نلتقي عند نشرة منتصف الليل. إلى ذلك الحين تحية مني ومن فريق العمل، أطيب الأماني والسلام عليكم.